الحرب زاخرة بالأخطاء، زاخرة بقدر هائل من الفقدان والمآسي والفجائع والصعوبات والضحايا. بناء على أعوام من العمل الصحفي من جانبي الحرب كليهما، إذا فجرت سيارة مفخخة فستقتل النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء. كان هذا قتالاً. هل ترفض فكرة أنك أعطيت طالبان صفقة جيدة؟ إطلاقاً، حصلت على صفقة جيدة لأمريكا، أردنا الخروج وخرجنا سالمين. يحقق المراسل مارتن سميث في الزلات. لم يعرف أحد فعلاً كيف ستسير الأحداث. والحسابات الخاطئة. لم تكن لدى الأمريكيين استراتيجية خاصة بأفغانستان. لماذا خسرنا برأيك؟ أظنها مسألة إرادة. لم نملك الإرادة. قدر جيد، لكن إرادتهم فقدها. الآن نقدم لكم أولى حلقات سلسلة ملحمية من 3 أجزاء. لماذا فشلنا في مهمتنا؟ ومن هو المسؤول؟ في الأسابيع الأولى بعد سقوط كابول، بدأ الأفغان يتأقلمون على سلام جديد. كانت الحرب قد انتهت وأصبحت المدينة سالمة نسبيا، لكن أحدا لم يكن متأكدا مما سيحدث تاليا. كانت طالبان قد دخلت كابول في 15 أغسطس 2021، وسرعان ما أحكمت سيطرتها تماما. تحول صاعق للأحداث في كابول بدأ اليوم بخبر قيام مقاتلي طالبان بحصار المدينة، وهم الآن داخل القصر الرئاسي. طالبان يجلسون في مكتب الرئيس، وبعضهم يسترخي في موضع آخر من غرفة مكتبه. لقد حدث هذا بسرعة بالغة. بعد دخولهم المدينة مباشرة، عرضت مشاهد الإخلاء الجماعي حول العالم. لكن أمريكا وسائر دول حلف الناتو فوجئوا تماما بكل تأكيد. عليهم الآن التعامل مع هذه الموجة من الناس المتلهفين على مغادرة البلاد من المطار، الذي أصبح طريقة الهروب الوحيدة لمن يخافون على حياتهم. بعد يومين من انتصارها، عقدت حركة طالبان مؤتمرها الصحفي الأول. وعدت ألا تسمح للجماعات المسلحة مثل القاعدة بالعمل في أفغانستان. لن نسمح بأن يستخدم ترابنا ضد الغير. كما قطع المتحدث الحكومي الرئيسي ذبيح الله مجاهد وعودا جديدة لنساء أفغانستان. نحترم النساء، ستلعب المرأة دورا نشطا في كافة مجالات المجتمع حيثما دعت الحاجة. نعرف جميعا أن النساء مطلوبات في الطب والتعليم والشرطة والنظام القانوني وأجزاء مختلفة من المجتمع. لماذا يجب أن تثق بك الولايات المتحدة الأمريكية؟ قاتلنا ضد أمريكا 20 عاماً، وأثبتنا أن ما نقوله هو ما نفعله. ينبغي أن يدركوا ذلك. على مدار 18 شهراً الماضية، جئت إلى أفغانستان لألتقي بالعديد من مسؤولي طالبان وأحاورهم. لم يسبق للكثير منهم التحدث من قبل. هذه قصة طريقة انتصارهم في الحرب. هذه هي المناطق التي شهدت القتال كله. نفذ الأمريكيون الضربات الجوية وقتلوا أعضاء طالبان، لكن القتل لم يمثل لهم مشكلة، فقد أتوا حاملين الرغبة في الاستشهاد. كان يوليو أكثر شهر مميت للقوات الأمريكية في أفغانستان منذ بدء الحرب في 2021. هذه أيضا قصة هزيمة أمريكا وكيف أصبحت محتومة، وهي قصة نابعة من عقدين من الأخطاء والحسابات الخاطئة والعجرفة. كانت المشاكل تتجمع كالقيح 20 عاماً. مشكلتي أن الناس يرفضون النظر إلى المشاكل الأساسية الحقيقية التي سمحت للأمر بالانهيار إلى هذا الحد. قطعت البلاد بطولها، ورأيت أشخاصاً يجاهدون للتخلص من نزاعات دامت عقوداً. تسولت أرامل الحرب بين السيارات، وكثيراً ما وضعنا أطفالهن على سيقانهن. أهذا قسم الأطفال؟ أجل، هذا قسم سوء التغذية.
كانت عيادات سوء تغذية الأطفال تعج بالمرضى. جناح الأطفال يحوي 180 فراشاً، لكن كان فيه اليوم 243 مريضاً. لا رواتب أو وظائف، يطلبون من الناس العمل بلا مقابل. كانت الوظائف شحيحة. لقد جمدتم أرصدتنا في المصرف، ما سبب هذا؟ ماذا فعل هذا الشعب لكم؟ لقد دمرتم رجال الأعمال في البلد. أغلب من حادثناهم في الشوارع بلا وظائف. الرعاية الصحية ضعيفة، معارضة النساء لقيود طالبان تمثل مشاكل اجتماعية. كيف تجيبون على هذا كله؟ هذه القضايا لا تهمنا. لم تكتفي طالبان بلا مبالاتها، بل انشغلت بمعاقبة من خالفوا قوانينها. في أفغانستان قد تكون العدالة متوحشة، أعلى تل يطل على كابول. هؤلاء هم الجنود الجدد في أفغانستان، ويصلون كما يقولون للسلام والاستقرار في بلد لم يعرف إلا النزاعات منذ حوالي عقدين. استولى الطالبان على أفغانستان لأول مرة في 1996 بعد أعوام من الحرب الأهلية. أسس الحركة بعض المحاربين القدامى من حرب الثمانينات المناهضة للسوفييت، والتي دامت عقداً ودمرت البلاد تدميراً. حيث يحل الخوف من القمع محل الخوف من الحرب، وبسرعة رمزه العلم الأبيض الخاص بمسلحي طالبان، وهم طلاب دين مدججون بالسلاح يجوبون الشوارع ويفرضون رؤيتهم للشريعة. هناك فصيلان رئيسيان داخل حركة طالبان، أحدهما متمركز في قندهار والآخر شرقي أفغانستان بمحاذاة الحدود الباكستانية. قاد فصيل قندهار الملا اليافع المنعزل محمد عمر مجاهد. تميز عمر بقتاله ضد السوفييت، وفقد عينه اليمنى أثناء هجمة روسية. في بداية طالبان كنت معه، وكنت من مؤسسي طالبان آنذاك. جالست أحد أقرب رفاق عمر. وكيف ظهر الملا عمر قائدا لك؟ كان هذا مثار نقاش طويل بين المجاهدين آنذاك، واخترناه قائدا لأنه كان شجاعا، لكننا اخترناه أيضا قائدا، أو كما نسميه أميرا، لأفغانستان كلها. لقد عقد طالبان اجتماعا لرجال الملا من كافة أنحاء أفغانستان. أعلنت الملا عمر أميرا على كل المسلمين، لأنها اعتبرت لحظة فاصلة للأمة الأفغانية. عرض الملا عمر على الحشد العباءة المقدسة. لم يسبق أن تم تصوير العباءة أو المراسم من قبل، وكذلك الملا عمر. كان الملا عمر متطرفاً في تأويله للإسلام. حضر تصوير هيئة الإنسان، وأمر بتدمير تمثالي بوذا الحجريين العملاقين في وادي باميان، وهما أثران ثمينان عمرهما حوالي 1500 عام. حضر عمر المشروب والموسيقى والأفلام، وكان من يعتبرهم خاطئين معرضين للإعدام على الملأ. وفي خطوة مشؤومة لدرجة تفوق الوصف، آوى الملا عمر أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، اللذين خططا بعد ذلك لهجمات ضد الغرب من أفغانستان. في صباح اليوم تقبع مدمرة أمريكية مشلولة في مرفأ يمني، مات 6 على الأقل من طاقم USS كول. انفجار قنبلتين اليوم في سفارتي أمريكا في تنزانيا وكينيا هو بوضوح جزء من حرب أحدهم ضد أمريكا. أصر الطالبان أنها بريئة. لم تتضح هوية عدونا بعد. لم نشارك في هذه الهجمات، لكن هناك أمرا واحدا واضحا. حين طلب أسامة بن لادن حق اللجوء من طالبان، منحته طالبان إياه. نحن وأسامة لسنا بإرهابيين، أمريكا وروسيا هما الإرهابيتان، يريدان حكم العالم والتدخل في شؤون الجميع. في الأيام السابقة للحادي عشر من سبتمبر، الأيام السابقة على غزو أفغانستان، بالطبع منحنا طالبان كل فرصة ممكنة لتسليم القاعدة وأسامة بن لادن، ورفضوا. نحن الليلة بلد أفاق على الخطر،
وتلقى دعوة للدفاع عن الحرية. لقد استحال حزننا غضباً، واستحال الغضب إصراراً. ستأخذ العدالة مجراها. مطلقة العنان لغضبها، هاجمت أمريكا بمساعدة من بريطانيا أهدافاً في طالبان ومعسكرات لتدريب الإرهابيين في أرجاء أفغانستان. خلال شهر من 11 من سبتمبر أطلقت أمريكا عملية الحرية الدائمة. انفجارات فوق كابول وقندهار وجلال أباد. كان سقوط طالبان سريعاً وحاسماً. الآن وبسرعة تكاد تخلب الأنفاس، الاستيلاء على عاصمة البلاد كابول. بعد شهر كان طالبان قد تراجعت كلياً وهرب الملا عمر. يعتقد أن الملا عمر مختبئ وسيفوز من يجده بعشرة ملايين دولار. والآن وجدت أمريكا وسائر المجتمع الدولي أنفسهم في حاجة إلى سد فراغ السلطة. في أواخر نوفمبر 2001 في فندق كبير خارج بون ألمانيا، تكفلت الأمم المتحدة بمؤتمر لتحديد هوية زعيم أفغانستان الجديدة. الأمم المتحدة تضغط على المبعوثين الأفغان، لكن تم استبعاد طالبان. يحضونهم قائلين هذه فرصتكم هنا للوصول إلى اتفاق، لا تضيعوا الفرصة. إذن كان في ذلك المؤتمر لفيف كبير من المشاركين الأفغان المدعوين، من التحالف الشمالي إلى البشتون الأفغان المنفيين إلى باكستان، إلى الأفغان الذين تربطهم علاقات بإيران، لا طالبان. هل تمت مناقشة وجوب توجيه دعوة للمشاركة إلى طالبان؟ ليس حسب ما أذكر، أظن أن عليك أن تعود إلى ذلك الوقت وتفكر في شعور الجميع آنذاك. وبالطبع طالبان مرتبطة بالقاعدة المرتبطة بالحادي عشر من سبتمبر. أظن أن الشعور العام كان أنهم قد هزموا وغادروا، وأننا سنبذل قصارى جهدنا مع المجموعات التي ذكرتها. من المعتاد في مواقف ما بعد الحرب أن يدعى المهزوم للجلوس إلى الطاولة ومناقشة المستقبل. تم اتخاذ قرار بعدم دعوة طالبان، هل كان قراراً خاطئاً؟ أظن أن الوقت كان مبكراً على ذلك في بون، لأن طالبان لم تكن قد هزمت تماماً، فقد بقيت جيوب من المقاومة، واعتبروا أنفسهم الحكومة الشرعية. لذا كان الوقت مبكراً جداً بالنسبة للعديدين في أمريكا. في نهاية المؤتمر اختير حامد كارزاي، وهو سياسي أفغاني يتحدث الإنجليزية ويملك شخصية ساحرة وصلات بالمخابرات الأمريكية، رئيساً مؤقتاً لأفغانستان. لكن بعض قادة طالبان ظلوا يريدون التفاوض على صفقة، إذ عرضوا الاستسلام إذا استطاعوا البقاء في أفغانستان والعيش بكرامة. لم يرغبوا في ترك أفغانستان إلى باكستان أو إيران، أرادوا التعاون مع حكومة الرئيس كارزاي الجديدة ومساعدتهم، وقالوا اسمعوا، نريد فقط أن نبقى في أفغانستان، دعونا نعيش هنا. إذا كان سؤالك عن الاتفاق مع عمر بحيث يستطيع كما قال العيش بكرامة في منطقة قندهار أو في مكان آخر في أفغانستان، وهل هذا يتوافق مع ما قلته؟ فالإجابة لا، ما كان ذلك ليتوافق. كان الرد حازماً، لا مكان لطالبان في حكومة أفغانستان المستقبلية، ويجب أن يؤسروا ويسجنوا، بخاصة على مستوى قياداتهم، كلما أمكن. الإرهابيون الآن متفرقون. أعلن عن المكافآت وبدأت مطاردة طالبان. وفي كل كهف وكل ركن مظلم من ذلك البلد، سنطارد القتلة ونسوقهم إلى العدالة. من معتقلي طالبان سفيرهم لدى باكستان الملا ضعيف الذي أسره الباكستانيون وسلموه إلى القوات الأمريكية. يقول ضعيف إنه تعرض للضرب. حين أمسكوا بي ضربوني حتى فقدت الوعي، لا أعرف ماذا حدث لي، تعرضت لكسر في الرأس والكتف. ما الذي حاولوا معرفته؟ ماذا طلبوا منك؟ في البداية سألوني أين أسامة بن لادن؟ أين الملا محمد عمر؟ هذا ما سألوني عنه، وبعد ثلاثة أو أربعة أيام من ذلك كانوا يصرخون أين الملا محمد وإلا سنقتلك. كان مسؤولو طالبان يحاولون التفاوض على مساحة خاصة بهم ليعيشوا في قندهار وهلمند. لماذا لم تستجيبوا إلى التماساتهم تلك؟ رأيي أنه سؤال له وزنه.
وأثناء تقييمي لما حدث وتساؤلي لماذا لم تسر الأمور بشكل أفضل في أفغانستان، من الأسئلة البقية التي لم أجد لها إجابة، لماذا لم نحاول دمج طالبان في أفغانستان الجديدة فعليا؟ من الخطر تصور التاريخ المضاد للواقع، من الصعب جدا إعادة تخيل التاريخ والتساؤل أكان من الممكن أن يختلف؟ أظن أنه خلال هذه الحرب وعمرها 20 عاما، لو أن هناك فرصة سنحت لمنع تمرد طالبان من اكتساب القوة والإخلال بمشروع أمريكا وحلف الناتو في أفغانستان، فهذه غالبا هي اللحظة. ما لم تقدره أمريكا وحلفاؤها هو أن طالبان تمتعت بشرعية في أفغانستان لم تملك أمريكا مثلها قط. لقد تعاطفت معنا طالبان لأننا فقراء. تمتع الطالبان بثقل، بخاصة في المناطق النائية في الجنوب والشرق البشتوني. نحن معشر البشتونيين نعتبر ترك الفتيات يذهبن إلى المدرسة أمرا محرما. نافسوا شرعية الحكومة الأفغانية منافسة جيدة. في حين بدا الأمر شائنا في واشنطن أو لندن، لكن على الأرض في جنوب أفغانستان حين طرق طالبان الأبواب وقالوا لقد طردنا طردا ظالما، بدأوا يجدون أشخاصاً يصدقون وجهة نظرهم. في أنحاء العالم نطارد القتلة واحداً واحداً، ونحن المنتصرون وقد أريناهم. بحلول 2002، بينما كان أعضاء طالبان هاربين، أعلنت حكومة بوش فعلياً انتصارها في أفغانستان وبدأت تستعد لشن حرب أخرى. في العراق دكتاتور يبني ويخفي أسلحة قد تمكنه من السيطرة على الشرق الأوسط. لا جدال في أن تركيزنا على الهدف تشتت، فعلنا ذلك عمدا. دخلنا حملة أخرى أكبر حجما وأصعب مما قمنا به في أفغانستان، فتحنا على أنفسنا حربا على صعيدين. الصدمة والترويع، مئات القنابل والقذائف تمزق قصور صدام حسين تمزيقا. كان هذا وسط بغداد اليوم. أثناء انشغال الأمريكيين بالعراق، استطاع عناصر طالبان إعادة تجميع أنفسهم بهدوء، وأسس فصيل الملا عمر مقرهم الرئيسي بعد الحدود مباشرة في باكستان. كان الملجأ نفسه شديد الأهمية، لأنه سمح لعناصر طالبان بإعادة تجميع أنفسهم سياسياً وعسكرياً، وبدأوا يفعلون ما تفعله الجماعات المسلحة حين تستعد للتمرد، وهو التدريب والتنظيم واختيار القادة. بدأت حركة طالبان تفكر في الحملة والأهداف، بدأوا التواصل، شرعوا يبعثون الرسائل إلى الشعب الأفغاني قائلين نحن قادمون، نحن في الطريق، نحتاج إلى أن تنضموا إلينا. لدينا معلومات دقيقة أن الفتيان اليافعين في مدارس باكستان المنسوبة للإسلام يؤمرون حاليا بالذهاب إلى أفغانستان والانضمام إلى الجهاد. على مسافة 12875 كيلومتراً، كان الملا ضعيف قضى أكثر من 3 أعوام في غوانتانامو، حيث كانت وزارة الدفاع مستمرة في محاولة إثبات صلاته الأكيدة بالقاعدة، ويقول إن مستجوبه أكد له انتهاء الحرب. في الواقع كان محققاً يسمى توم، كان رجلاً طويلاً مثلك، وقال لي إذا كنت تظن أن طالبان ستظهر من جديد فأنت تحلم، لن يحدث ذلك، إنها حقبة وانتهت. قال لك إن حركتك جزء من الماضي. أجل، مستحيل أن يستطيع أحد الوقوف أمام أمريكا. ثم قيل لضعيف إنه لن يطلق سراحه إلا إذا وقع على خطاب يقول إنه يمثل القاعدة. قال لي وقع عليه، هذا لك أنت، هذه هي قاعدتنا، يجب أن توقع عليه. أخبرتهم وقلت لن أوقع، أريد أن يطلق سراحي فعلاً، لكنني لن أوقع على هذا الشيء، هذا كذب. في النهاية يقول ضعيف إنه وقع على الخطاب، لكنه أضاف تعديلاً يفيد بأنه لا يمثل القاعدة. أطلق سراحه من غوانتانامو في 11 من سبتمبر 2005، وعاد إلى أفغانستان في اليوم التالي. على مدار الأعوام التالية شنت حركة طالبان هجوماً مضاداً شرساً. الأخبار اليوم سيئة. تفجر العنف، وقعت بعض أسوأ المعارك منذ ساعدت أمريكا في الإطاحة بحكومة طالبان.
المعارك بين قوات حلف الناتو وأمريكا والعصابات المقنعة من مقاتلي طالبان مشتعلة يوميا في أفغانستان. جاءتنا معلومات لاسلكية بأن طالبان ينظرون إلينا في هذه اللحظة. لم تقتلع طالبان فعلا من هذه التلال قط، وعاد عناصرها الآن. آلاف مسلحون تسليحا أفضل من ذي قبل، منظمون في صورة وحدات كبيرة. بدأنا نرى ارتفاعا في العنف من طالبان، تركز أغلبه في الجنوب، أي في هلمند وقندهار، وكانت المؤشرات هنا واضحة جدا. تواتر تفجير القنابل على جانب الطرق والعبوات الناسفة. في عطلة نهاية هذا الأسبوع أطلق الملا عمر قائد طالبان المختبئ تسجيلا صوتيا جريئا قال فيه: من ظنوا أن طالبان انتهت مخطئون، نحن نسيطر على جزء كبير من البلاد. أوضحت الرسائل التي جاءت من كابول إلى واشنطن أن الحرب تسير بشكل سيء. وأنه في غياب المزيد من الموارد والانتباه ستسوء أكثر وبسرعة. أضاف إلى قوة طالبان المتزايدة وجود شبكة حقان المقاتلة شرقية أفغانستان بقيادة محارب آخر من الحرب المناهضة للسوفييت هو جلال الدين حقاني. أثناء الحرب السوفيتية كان حقاني قد حصل على ملايين الدولارات وأطنان من الأسلحة من المخابرات الأمريكية. ينبغي أن نقبل على الشهادة أكثر لكي نصبح أقوى في هذه الحرب المقدسة. لكن حقاني الذي كان حليفاً لأمريكا ذات يوم بدأ يشن الهجمات بانتظام ضد القوات الأمريكية والأفغانية. وفقاً لابنه كانت أمريكا قد حاولت إقناعه بترك ساحة المعركة. قبل بحياة شاقة على الرغم من عروض الحياة المريحة التي جاءته من دول عديدة منها أمريكا، لكن بسبب معتقداته ومن أجل شعبه لم يقبل بتلك العروض لحياة أفضل. مع الوقت أصبحت شبكة حقاني أكثر فرع مميت من طالبان. طوال تلك المدة حافظت الشبكة على صلات قوية بالمسلحين الأجانب ومنهم بن لادن والقاعدة، كما ربطت حقاني صلة وثيقة بالمخابرات الباكستانية التي استخدمت الشبكة لتعزيز أهدافها في أفغانستان، حيث راهنوا على أن أمريكا ستغادر أفغانستان في النهاية، لذا أرادوا الحفاظ على تحالف قوي مع طالبان. منحتهم باكستان ملاذاً آمناً فعلاً، أعرف أنهم سينكرون ذلك لكن إنكاره مستحيل، لا سيما قادتهم. ووفرت لهم باكستان تلك المساحة، ومن دون تلك المساحة لما كان سهلاً على طالبان أن يعملوا بالطريقة التي عملوا بها. إذن لديك موقف يقوم فيه شركاؤنا الذين ندفع لهم مليارات الدولارات في العام في صور عديدة من الأمن والمساعدات الاقتصادية بمماطلتنا فعلياً، والفيصل هو أن الباكستانيين ذو وجهين حقاً، شعرنا أنهم يواجهون ذلك، والواقع أنهم لم يكونوا سيفعلون ذلك. إنها حقيقة أغضبت الرئيس كارزاي باستمرار، لكن محاولات جعل الباكستانيين يضيقون الخناق على طالبان فشلت. كانت فاعلية حقاني تعود بدرجة كبيرة إلى إفراطه في استخدام التفجيرات الانتحارية. في هذا المقطع يتجه مفجر انتحاري إلى هدفه، وهو موكب سيارتي هامفي أمريكيتين. يقوم مسلح آخر بإرشاد الانتحاري من دون أن يقترب. الله يتقبلك يا محمد من الشهداء، تقبلك الله من الشهداء يا محمد. أقسم لكم إنني أشعر بسعادة طاغية الآن، لو استطعتم الشعور بشعوري لأردتم جميعا أن تصبحوا مفجرين انتحاريين. اعتمدت شبكة حقاني على المفجرين الانتحاريين اليافعين. هل تشعر بالارتياح إزاء أو بما تشعر إزاء هذا بصفته أحد أساليب الحرب؟
حين يتم غزو بلد أي إنسان ويظهر طاغية قاس، سيفعل الشعب الشريف الشجاع لذلك البلد كل ما بوسعهم لإنهاء ذلك الطغيان. هذه الهجمات الانتحارية كانت ملاذاً أخيراً، وكانت أقوى أسلحتنا ضد المعتدي. كانت هذه فكرة المجاهدين أن يضحوا بأنفسهم. حاجي مالي خان قيادي آخر من أعضاء عائلة حقاني، وهو صهر مؤسسها جلال الدين حقاني. أسرت القوات الأمريكية مالي خان وسجن في قاعدة بيغرام الجوية في 2011. يمكنك أن تختار كيف تهزم العدو، بتثبيت قنبلة إلى جسدك أو تفخيخ سيارة. حين كان أحد الأصدقاء ينفذ هجوماً انتحارياً، كان يجد العديد من المتطوعين، حيث يظهر 50 أو 100 متطوع، لأن الناس كانوا يشاهدون المقاطع المصورة التي تحث الشباب، وكانت تجذب عدداً متزايداً من الناس. أبلغ تحياتي إلى القائد، أبلغه وداعي. كنت قائد الهجمات الانتحارية ضد الأجانب. أي هجمات ضد الأجانب؟ أجل أجل أجل، كان سام الله محمدي من منفذي عمليات حقاني. إذا كنت تصنع قنابل السيارات؟ أجل، قنابل السيارات وسترات القنابل. سترات القنابل؟ أجل. السترات الانتحارية؟ أجل. أكد محمدي على صلات آل حقاني بباكستان، لكنك تقول إن الجيش الباكستاني دعم التدريب. أجل. الذي تلقيت. أجل، كان هذا لمصلحتهم الوطنية أن يدربونا. ما هي مصلحتهم الوطنية؟ آنذاك أرادوا تدمير حكومة أفغانستان المحلية. إذن كان الباكستانيون يدربونكم لكي تعودوا إلى أفغانستان ونقتل الأمريكيين. آنذاك كان هذا، كانت هذه مصلحتهم الوطنية. وقعت إحدى أكبر هجمات حقان الانتحارية وسط مدينة كابول في 2008. مات 40 شخصاً بسيارة مفخخة مزقت جدار سفارة الهند في عاصمة أفغانستان. على الرغم من إدانة باكستان لما حدث، فقد أكدت الاتصالات التي تم اعتراضها أن وكالة الاستخبارات الباكستانية ISI ساعدت شبكة حقاني في التخطيط للهجوم. شبكة حقاني قتلت 12 أفغانياً في إنتركونتيننتال. لقي 89 على الأقل مصرعهم بعد قيام مفجر قوات الأمن، ومات 3 مدنيين. المدنيون الأفغان. اتهمه الأمريكيون أيضاً بالهجوم على السفارة الأمريكية وبقتل الأمريكيين وما إلى ذلك. الهجوم على فندق سيرينا؟ الهجوم على فندق سيرينا و... وهذه الهجمات قتلت المدنيين لا محالة. أجل، هناك أمر لا أوافق عليه، هو أن الهدف كان المدنيين. حسن، لدي قائمة بكافة الهجمات التي شنها طالبان وشبكة حقاني، وأستطيع مشاركتك إياها. لا، لا أظنك تملك ذلك. 5 من سبتمبر 2019، سيارة مفخخة تابعة لطالبان في كابول تقتل 10 مدنيين أفغان. سيارة مفخخة أخرى خارج قاعدة عسكرية أفغانية في بولي عالم في إقليم لوغار تقتل 4 أفغان. خلال أسبوع قتل 24 أمريكياً و107 مدنيين أفغان. لكن من المستهدف هنا؟ من هو؟ حسن، إذا ذهبت إلى السوق لأن به جنديين وفجرت سيارة مفخخة، فستقتل نساء وأطفالا ومدنيين أبرياء. كان هذا قتالا. في واشنطن، ومع تولي رئيس جديد السلطة، ساد الاتفاق بأن حرب بوش فشلت، وأمر أوباما بمراجعتها. اليوم أعلن عن استراتيجية جديدة شاملة لأفغانستان وباكستان. خلال الأشهر القليلة الأولى بعد تنصيبه، أرسل 21,000 جندي آخر. وفي الاجتماعات داخل البيت الأبيض، كان الجنرال ديفيد بيتيريوس في صدارة المنادين باتباع نهج جديد. المشكلة في أفغانستان أننا لم نفكر أصلاً في الفكرة الرئيسية الصائبة، الاستراتيجية الشاملة الصائبة. لا يمكن أن تحل المشكلة بهجمات المسيرات ووحدة قوة دلتا. دعا بيتيريوس إلى استراتيجية تعرف عسكرياً بمكافحة التمرد،
واختصارها كوين. المهمة الرئيسية لمكافحة التمرد لابد أن تكون تأمين الناس. يجب أن نكون شركاء هناك وجيرانا جيدين. لعمل ذلك على المرء في العراق أن يعيش بين الناس وهناك. كان بيتريوس قد دعم مكافحة التمرد في العراق وشرح كل شيء في مؤتمر رئيسي للأمن القومي في واشنطن. ما نقوم به هو ما نسميها بالعمليات الشاملة. الطريقة الوحيدة لعمل ذلك هي تطبيق هذه الأدوات كلها، وليس القوى التقليدية وحدها. حين حققت أمريكا بعض الاستقرار في حرب العراق، حدث ذلك عن طريق تطبيق مبدأ مكافحة التمرد بقيادة الجنرال بيتريوس. انخفاض كبير للغاية في الحوادث الأمنية في بغداد وحدها، وكان هناك شعور بأنه الحل المطلوب. فجأة وجدنا المعادلة السحرية، وكانت المعادلة السحرية مكافحة التمرد. لذا يجب أن يكون لديهم مكون سياسي هائل هنا، وهذا يرغم كافة الوكالات على الجلوس في غرفة بلا حواجز. يمكن القول إن مكافحة التمرد هي أصعب نوع من الحملات. هذا يتحول إلى نهج حكومي كامل، لأنها لا تقتصر على العملية العسكرية القائمة على إخلاء الأشرار من مساحة ما ثم الحفاظ عليها، بل تشمل أيضاً مساعدة قوات الشعب المستضيف في إعادة تأسيس الخدمات الأساسية لكي تدور عجلة الاقتصاد ثانية ولإعادة بناء ما تلف. الهدف الرئيسي للتمرد هو جعل الشعب يشعر بالأمان الكافي للمشاركة في السياسات السلمية، حماية السكان فوق كافة الاعتبارات الأخرى، تحول درامي، التزام طويل الأجل بالمنطقة. من واقع تجربتي في واشنطن العاصمة لم أرى فقاعة فكرية كهذه قط، أعني كانت قناعة لديهم، لأنها وأكرر الأفكار الرئيسية. في المقابل انطلقت أفغانستان في الاتجاه المضاد. أكد الجنرال بيتريوس أننا لم نمنح مكافحة التمرد فرصة في أفغانستان قط، وأن هذا هو الوقت المناسب لذلك. خلال الأشهر التالية ساورت شكوك دوغلاس لوت الذي خدم الرئيسين بوش وأوباما. تشككت في النموذج، ليس لأنني وجدت مفهوم مكافحة التمرد غير منطقي، بل لأنني لم أرى أن النموذج ينطبق بشكل مناسب على الظروف في أفغانستان. أي ظروف؟ الفقر. أكثر من 21 عاماً من الحرب بالفعل حين بدأنا في 2001. القدرة على بناء جيش وشرطة أفغانية قابلة للتصديق والاستمرار، دور باكستان المجاورة، لذا كانت هناك عوامل كثيرة هنا جعلتني أؤمن. تزايد قلق لوت أيضاً بشأن الدخول في شراكة مع الحكومة الأفغانية الضعيفة. جاهدت الحكومة الأفغانية طلباً للشرعية بين الشعب الأفغاني بسبب الفساد المعشعش في الحكومة الأفغانية، لكن انتصر البنتاغون واختير الجنرال ستانلي ماكريستال لتنفيذ تصحيح المسار. وقد حاورته في 2009. حضرت اجتماعات مع الرئيس أوباما، ما الذي اختلف؟ أظن أنه القرار بتنفيذ استراتيجية لمكافحة التمرد مزودة بكل ما يلزم من موارد. أولاً، منع القاعدة من العودة إلى ملاذها الآمن الذي كان موجوداً قبل 11 من سبتمبر، لكن أيضاً إعادة النظر في أسلوب قتالنا. أنت تحاول الفوز بدعم الشعب، ويمكنك فعل ذلك من خلال الإرغام أو من خلال تقديم الأشياء التي ستفوز بدعمهم الشعبي. وفي نهاية الأمر، ليس الأمر شديد التعقيد نظرياً، الصعوبة تكمن في التنفيذ. الفوز بالقلوب والعقول يتطلب قوة احتلال كبيرة، لكن من خلال إرسال 21 ألف جندي فقط نفذ أوباما صورة مخففة من مكافحة التمرد. لو أردنا تطبيق النسبة القياسية لقوات مكافحة التمرد بالنسبة إلى أفغانستان لاحتجنا إلى إرسال رقم قريب من 300 أو 400 ألف جندي أمريكي لتهدئة البلاد. كان ذلك غير معقول بالطبع، ومع ذلك لم يرغب أحد في التنازل عن حل مكافحة التمرد. لذا نظروا إلى خريطة أفغانستان وحددوا أماكن في الجنوب والشرق حيث بدت طالبان قوية على نحو خاص، وقرروا أنهم يستطيعون تطبيق مبدأ مكافحة التمرد في تلك الأماكن، وحينئذ ستكون الأرقام في صالحهم. سنهاجم لانتزاع السيطرة على الشعب من طالبان الأشخاص الذين. في يوليو 2009 أرسلت مجموعة من جنود مشاة البحرية الأمريكية للاستيلاء على ولاية هلمند جنوبية أفغانستان. حان وقت تغيير اللعبة في أفغانستان. كان هؤلاء الرجال من أوائل من طبقوا مكافحة التمرد في أفغانستان. إياكم أن تنسوا، نحن خبراء في تنفيذ العنف. أمو،
اخترتكم خصيصاً لتكونوا السرية التي تذهب إلى أقصى الجنوب بناء على ثقتي بقادتكم وثقتي بكم. لم نكن واثقين من عدد أعضاء طالبان الموجودين هناك والأساليب التي سيستخدمونها ونوع الأسلحة التي يملكونها. متى تعرضتم لإطلاق النار؟ هبطنا حوالي 7:30 وبدأ القتال حوالي 9:30 أو 10. بعد 8 أعوام من 11 سبتمبر كانت الحرب الأمريكية في أوجها. ماذا تفعلون؟ أجل، تباً لكم. من أين يأتي الرصاص؟ الفجوة بين الأشجار إلى يمين المجمع. كانت المهمة هي الاستيلاء على قرية تسمى ميامبوشته. بحق السماء، ما الذي يجري؟ كثيراً ما كان القتال شرساً، تقريباً بلا ساتر. ابقوا منبطحين، ابقوا منبطحين. كانت العبوات الناسفة متناثرة في المنطقة. ما هذا الذي يحدث؟ إنها عبوة ناسفة لعينة، قلت لكم ألا تعبروا هناك، إنه ينزف بغزارة، أحضروا طبيباً، أحتاج إلى طبيب. فريق إنقاذ. في اليوم الأول فقدت سرية إيكو ضحيتها الأولى. شارب، هيا يا شارب. العريف سيث شارب ذو 20 عاماً من إدارزفيل جورجيا، مصاب بطلق في العنق. هيا بنا، هيا يا شارب، هيا يا عزيزي. شارب، شارب، أسرع. تباً. اللعنة، هيا بنا، هيا يا رفاق، ارفع ساقاً، ارفع ساقاً. أين المحفة؟ لم ينجو العريف شارب. بعد أيام من القتال الشاق سيطرت سرية إيكو على المدينة وأعدت مقرها الرئيسي في مبنى مدرسة مهجورة. وصلت الحرارة إلى 49 درجة مئوية. في الدوريات كانت الظروف كابوسية. كنت تمشي عبر حقل جاف فتشعر بالحرارة الشديدة، ثم كنت ترتطم أحياناً بجدار من الرطوبة، أعني سيستنزف طاقتك استنزافاً. ما المهمة اليوم؟ المهمة اليوم تشمل أمرين. حالياً نحاول مراقبة معبر نهري نظن أن عناصر طالبان يستخدمونه. الجزء الثاني هو أن نحاول رؤية مدى شراستهم. سنحاول استفزازهم قليلاً ليفرطوا في الشراسة، وسنرى لعلنا نستطيع أن نوقع بهم في فخ. هل تتوقع أن يهاجموكم اليوم؟ أجل. كان جنود مشاة البحرية هنا ينفذون مبادئ مكافحة التمرد الأساسية، الإخلاء والحفاظ والبناء. كان الإخلاء والحفاظ والبناء حجر أساس رئيسي في استراتيجية مكافحة التمرد. عليك إخلاء المنطقة من التمرد، والحفاظ يعني بقاءك فيها حفاظا على الأمن، ثم تحاول إعادة البناء، سواء كانت الثقة بينك وبين الشعب أو البنية التحتية التالفة أو العلاقة بين الناس والحكومة. سانجي، صباح الخير، كيف حالك؟ كان هذا تنافساً على قلوب وعقول الأفغان في مناطق تمتعت فيها طالبان بأكبر نقاط قوتها. السلام عليكم. كانت النظرية أن أخذ معركة مكافحة التمرد من قرية إلى قرية سيجعلهم يغيرون ولاء غالبية الشعب الأفغاني ويحرمون طالبان من الأكسجين الاجتماعي والسياسي في هذه المناطق. كانت خطة طموحة فعلاً، وحين كنا هناك لم يبدو أن مكافحة التمرد قد نجحت. كان الناس قد هربوا من بيوتهم، والتجار قد أغلقوا متاجرهم في السوق القريبة. خرج جنود مشاة البحرية لطمأنة السكان بإخلاء طالبان من المنطقة وبأن العودة إلى البيوت آمنة. لماذا يخشى الناس العودة إلى بيوتهم؟ الأشخاص الذين يقيمون قرب القاعدة خائفون، يخشون القتال بين طالبان والحكومة، لا يريدون أن يصيبهم أذى. يمكنهم الآن أن يعودوا، إنهم يعرفون ذلك، صحيح؟ هل تسوق أحد في السوق مؤخراً؟ نشتري الطحين من سوق أخرى. أين السوق؟ في لاكري، إنه بعيد. سيذهبون إلى لاكري. لماذا ستذهبون إلى لاكري؟ السوق هنا مفتوحة. قال الطالبان إذا ذهبتم إلى السوق سنقتلكم جميعاً. من قال لكم إن عناصر طالبان سيطلقون النار عليكم إذا ذهبتم إلى السوق؟ تحدثت إلى قائد سرية إيكو وسألته عن مدى فهم جنوده لمبادئ مكافحة التمرد في رأيه. أين المكان الذي لم يذهبوا إليه؟ إنهم يفهمون مدى أهمية الفوز برضا الشعب، يفهمون ذلك. من الصعب أحياناً كبح جماح جنود مشاة البحرية. سأطرح هذا السؤال للمرة الخامسة،
أطلب منه التوقف. ما أحاول أن أقوله لجنود مشاة البحرية باستمرار هو أن الرجل الذي تعامله بلطف اليوم هو الرجل الذي لن يطلق النار عليك أو على جندي آخر بعد مناوبتين من الآن حين يعود. لم يجيبوا على سؤالي. أصغوا إلي للحظة، أحتاج منكم جميعا أن تجيبوا عن أسئلتي، وإذا لم تفعلوا المطلوب من جنود مشاة البحرية اليافعين الذين رأيتهم على الأرض هو أن عليهم أداء كمية هائلة من العمل الاجتماعي، ولم يبدو واضحا أن لديهم الصبر أو الفهم لمدى تعقيد تصميم مكافحة التمرد المدروس المحير. لا جدال في أننا طلبنا قدرا هائلا من جنودنا وبحارينا وطيارينا وجنود مشاة البحرية لا سيما الموجودين على الأرض. ابني نفسه كان هناك قائدا لفصيل بنادق، أفهم جيدا ما طلبناه من رجالنا ونسائنا العسكريين. لستم متعاونين جميعا، يجب أن تفهموا أننا هنا لمنع طالبان من الدخول. ماذا نستطيع أن نفعل؟ لا نستطيع أن نقدم شيئا. لديكم جيش وطائرات ودبابات وبنادق، نحن قوم بسطاء لا نملك شيئا، لا نملك بندقية أو سيفا، إذا لم تنتصروا فكيف سننتصر؟ بعد 12 عاماً قررت أن أعود إلى جنوب أفغانستان لأرى كيف صارت الأمور تحت حكم طالبان. توقفنا أولاً في قندهار العاصمة الروحية لطالبان وموطن الملا عمر مؤسس طالبان أغلب حياته. قتل السلو عمر في 2013، والقائد الأعلى اليوم هو الملا هبة الله أخند زادة. حضرنا صلاة عيد الفطر في مسجد قندهار الكبير احتفالاً بانتهاء رمضان شهر الصوم. جاء الملا أخند زادة بالمروحية لترأس الصلاة. شأنه شأن عمر، يتوخى أخند زادة السرية الشديدة، فقد ألقى الخطبة لكنه ظل مختفياً عن الأنظار. أسأل الله القوة لأمتنا بأكملها، وأهنئكم على حكومتكم الإسلامية. في قندهار اليوم يحكم طالبان كما حكموا في التسعينات. ممنوع على الحلاقين حلاقة اللحى. النساء محظورات من دخول أغلب أماكن العمل، وممنوع أن تلتحق الفتيات بالجامعة أو يذهبن إلى المدرسة بعد الصف السادس. إذن أهذا مكتبك؟ هذا مكتب المدير التنفيذي. في قلب المدينة زرنا المكتب المحلي الذي كان في السابق وزارة لشؤون المرأة. أكان الهدف منه حماية حقوق المرأة قبل استيلاء طالبان على الحكم؟ أجل، مدير حقوق المرأة كان هنا. إنها الآن وزارة طالبان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. احمل بندقيتك بالشكل الصحيح يا أخي لكي تخيف هؤلاء الناس. سألت الوزيرة عن المنطق خلف قانون طالبان الأخلاقي الصارم. نذكر جميعاً رجم النساء للزنا في التسعينات. كان هناك أشخاص قطعت أيديهم بسبب السرقة. في القرآن الكريم حكمة في هذا الشأن، إذا قطعت يد سارق واحد سيصلح ذلك المجتمع بأسره، ولن يسرق شخص آخر. إذا اعتقل رجل أو امرأة ورجم أو جلد لن يفسد ذلك المجتمع. الغرض من هذا هو الإصلاح، وهذا يحمي حياة الغير من الفساد الأخلاقي. مضينا قدما إلى ولاية هلمند حيث ذهبنا مع جنود مشاة البحرية في 2009. كانت العاصمة لشكركا من آخر المدن قبل كابل التي سقطت في يد طالبان في 2021. شهد المكان قتالاً عنيفاً ترك ندوبه على أغلب المدينة. حددت موعداً للقاء حاكم هلمند. كنت بحاجة إلى إذن للعودة إلى المناطق التي زرناها منذ أعوام. قاتل الحاكم مولوي عبد الأحد طالب أعواماً عديدة في هلمند ليطرد حسب قوله الأجانب. أود أن أسألك عن أسباب انتصارك في اعتقادك. هناك سببان للنصر، أولهما
أن الله وعد في القرآن الكريم المقدس بأن أي مسلم لا يحيد عن دينه سينتصر، والتعليم العسكري الخاص بأعدائنا هو على الورق ليس إلا. في النهاية وجهت الحديث نحو ما جئت لأجله، وهو الإذن بالتوغل جنوباً أكثر. وكنا في بلدة تسمى ميان بوشتي. أستطيع أن أريكم هذا المقطع. أريت الحاكم مشهد القرويين الذي صورناه ونحن نتبع جنود مشاة البحرية. إذن طالبان سيطلقون النار عليكم في السوق. لذا فإن غرضنا من الذهاب إلى هناك هو لقاء الناس الذين التقينا بهم آنذاك، لأننا نفهم أن التاريخ يجب أن يروى من جانبين وليس من جانب واحد. أنتم لا تتعاونون جميعا. قل لهم إننا نوافق على خطتهم، لكننا سنأخذ التعليمات من كابول. أشكرك حقا. بعد يوم حصل طاقمنا على إذن القيام برحلة 4 ساعات بالسيارة إلى ميان بوشتي. حين وصلنا كان في انتظارنا رجال محليون من طالبان. هذا الرجل هناك يقول على الجسر. أجل أظن أنه كان هنا في هذا الركن. هذا كله يبدو مألوفا لي. إطلاق النار الكثير يجعل الثقة صعبة بين مشاة البحرية والشعب. أجل تلك البوابة خلفنا. لا مشاكل، لكنكم سترون مشاة البحرية في المنطقة كل يوم أو يومين. أجل أترى هذه البوابة هنا؟ البوابة نفسها. أجل دعني أريك. إنها هذه البوابة، المكان نفسه. أبلغ الشيوخ أن يأتوا. إذن قيل لكم إن عناصر طالبان سيطلقون النار عليكم إذا ذهبتم إلى السوق. من قال لكم إنهم سيطلقون النار عليكم إذا ذهبتم إلى السوق؟ أنت هنا حقا؟ تعرفت على وجهك. أجل كنت هنا في ذلك اليوم حين جاءوا وطرحوا الأسئلة. سألونا لماذا لا تذهبون إلى السوق وقد وفرنا الأمن هناك، لكن كان هناك قتال لا أمن. كانت هناك قنابل على جانب الطريق وخفنا على أرواحنا، لم نستطع العودة إلى السوق. إذن قال جنود مشاة البحرية إنهم جاءوا ليحسنوا حياتكم، كانوا سيتخلصون من طالبان وسيمنعونهم من العودة. هل فعلوا شيئا من ذلك؟ لا، لم يساعدونا في شيء من ذلك، ولم تساعدنا طالبان، لم يساعدونهم أيضا. هل الحياة أفضل الآن؟ أجل هذا ما حدث قطعا، أصبحنا أكثر أمانا. ما زال هناك فقر وجفاف، لكن الحقيقة هي أننا آمنون من القتال وسفك الدماء. هل تقول هذه الأشياء كلها لأننا محاطون برجال من طالبان يحملون البنادق، أم أن هذا هو شعور الغالبية؟ أقول هذا لوجه الله، أنا لا أخشى طالبان ولا أخشاك، لا أخشى أحدا. أنا أقول لك ما رأيته وعشته فحسب. بدأ واضحا بالنسبة لي أن الأفغان ترقبوا انتهاء الحرب على أحر من الجمر. شكرا. بقي الأمريكيون في هلمند 5 أعوام، مات هنا 350 منهم. حول، ما زال أمامنا 200 متر حتى نصل إلى المجمع الأول. لكن بعد إخلاء الأماكن مثل ميان بوشتي والحفاظ عليها، ظل عناصر طالبان يعودون. في أواخر 2009 طالب البنتاغون بجنود أكثر ووافق أوباما. قررت أن مصلحتنا الوطنية المصيرية تتطلب إرسال 30,000 جندي إضافي إلى أفغانستان. زاد عدد الجنود الأمريكيين إلى 100,000. شكرا لكم، بوركتم، وبارك الله أمريكا. لكن إرسال المزيد من الجنود كان قرارا مثيرا للجدل، بل إن نائب الرئيس بايدن نصح بعدم اتخاذه. في مذكرة أرسلت إلى أوباما آنذاك كتب بايدن: لا أرى كيف يمكن لأي ممن شاركوا في نقاشاتنا أن يغادروها من دون أسئلة عميقة عن قابلية نجاح مكافحة التمرد. كان بايدن قلقاً من أعداد الزيادة القابلة للاستمرار وكفاءة الحكومة الأفغانية وقواها الأمنية، وهي كلها كما كتب عوامل ضرورية لنجاح مكافحة التمرد.
أعرف أننا أحضرنا اللوازم المدرسية في المرة الأخيرة، ما زلنا نحاول إحضار الخرسانة والأنابيب، لكنهم لا يفتؤون، يطلقون النار علينا في الشوارع وفي كل مكان. لا أحد يريد. ما حاول الأمريكيون فعله باليافعين الذين ارتدوا الزي العسكرية كان غير منطقي. مرحبا، أين أنت ذاهب مع أبقارك؟ وكانت طريقة جنونية للتخطيط لحرب، لأننا ركبنا تضاريس الحرب ضد طالبان على نظرية من دون أن نأخذ خطوة إلى الخلف ونسأل ما الفكرة الرئيسية هنا؟ لماذا نجح الطالبان في العودة؟ هذه هي الأسئلة التي كان من الممكن أن تطرح، لكن بوجه عام لم يحدث. كان هناك إيمان أعمى بمبدأ مكافحة التمرد. لماذا خسرنا برأيك؟ أظن أننا أظهرنا عزيمة قوية كوننا بقينا هناك 20 عاماً وفقدنا الكثير من الناس وكرسنا وقتاً وموارد كثيرة لمحاولة جعل ذلك المكان أفضل وأكثر حرية. ما زال هناك رجال يتسكعون في خط الأشجار الذي جاءنا منه إطلاق النار، لكننا لم ننجح، وأظن أنها مسألة إرادة. لم نملك الإرادة الكافية. كان لدينا قدر جيد، لكن إرادتهم فاقت إرادتنا. هناك قطعاً رجال في خط الأشجار ذلك، وهناك رجال في الأعماق. أجل، كومة تبني إلى اليسار، اقترب إلى اليمين بمقدار إصبع وعد إلى الخلف مباشرة. في لقائه في 2009 قال الجنرال ماكريستال ما يلي: قالت صحيفة ذا واشنطن تايمز مؤخراً إنكم أخليتم هيلمان 3 مرات. أجل، لم تحتفظ بها قط؟ أجل، وحين تخلي شيئاً ولا تحتفظ به فغالباً لم تخله فعلياً، ليس لذلك قوة باقية. في الواقع أرى أن ذلك أسوأ، لأنك خلقت توقعاً ثم سحقته. لذا أظن أن الأفضل تقريباً ألا تكون قد ذهبت إلى هناك أصلاً.